يقولوا يا رب يوفق أصحابه. يلا بدنا صوته يكون مسار مثله. هو أصلاً مسار. أصلاً مسار. يعني أنت جاي مخصوص لهالغنية عم تطلبها من أول الحفلة، وأنا بقول هلأ بينبسط بالغنية اللي اخترت له إياها وما عم تعجبك. ما خليت لك خليجي غنيت لك، سوري غنيت لك، لبناني غنيت لك، مصري غنيت لك، ماشي. شوف لك غير كنت وصيت الفين. أعربت الفنانة أصالة ناصرة عبر حسابها على إنستغرام عن سعادتها بانطلاق أغنية سبب فرحتي بالتعاون مع النجم أحمد سعد. وقالت أصالة عن أغنية سبب فرحتي من خلال حسابها على انستغرام: هديتنا ليكم أنا وحمودي غنية قوامها حب وصداقة ووفاء، غنيناها ونحن الاثنين أقرب أصحاب. وأردفت أصالة: لكل حبيبين عرفوا يمشوا طريق المحبة، يسندوا بعض، يوفوا بعض، يسعدوا بعض. لكل إنسان من أهلنا غمرنا حب، وبالأيام الصعبة كانوا لنا الدواء. لكل الأصحاب اللي خلوا الوقت أدفى وأمتع للحياة، إلى كل اللي بيزيدوا امتحانها صعوبة منسهلها بالحب. وشوفي أحلى من الحب نحتفل فيه، وخصوصا لما نكون نحن أهله. وأغنية سبب فرحتي لأصالة وأحمد سعد من كلمات محمد شافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمد عاطف وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.